الآن أريد أن أقدم نفسي لكم جميعا. اسمي مامي جون، واسمي العربي هو خالد. عمري 9 سنوات، وأدرس في الفصل الثالث بمدرسة يوتون الدولية. أنا طالب يحب دراسة اللغات، وأستطيع أن أتكلم ب4 لغات: اللغة العربية والإنجليزية والإسبانية، وطبعا اللغة الصينية. أنا أشعر بالغيرة منك يا ما. بلا شك أنت شخص متفائل جدا. فمن أين درست اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية في البيت. في بيتك؟ نعم. من علمك اللغة العربية في البيت؟ لدي أستاذ؟ نعم، أستاذ في البيت، وأدرس اللغة العربية معك. معه معه مع الأستاذ. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأنني مسلم.